استضافت دولة الكويت الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى البلاد. نعم محمد، وزيراء الخارجية الكويتي والأمريكي عقدا بعد اللقاء مؤتمرا صحفيا شددا فيه على العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وعلى أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى حل للخلاف الخليجي وغيره من القضايا. في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي في إطار الحوار الاستراتيجي، انطلقت الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. ناقش خلالها الطرفان العديد من القضايا والملفات الإقليمية، على رأسها الخلاف الخليجي والأزمة اليمنية والوضع في سوريا وخطة السلام وأولويات استراتيجية أخرى ملحة. لقد عقدنا جلسة مباحثات ثنائية تناولنا فيها سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة أهم المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية، فإننا نقدر للولايات المتحدة جهودها التي تبذلها لحل هذه الأزمة ولدعمها الكامل لجهود الوساطة. ونحن ننسق بعنكف مع الكويت وكأعضاء مشاركين في مجلس الأمن حول قضايا كثيرة تتعلق بالأمن الدولي والعالمي، بما في ذلك قضايا إنسانية في المنطقة ولا سيما في سوريا واليمن. على هامش اللقاء الاستراتيجي تم توقيع 6 اتفاقيات بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الدفاع والأمن والتعليم، حيث تم الاتفاق على إدخال برنامج تعليم اللغة الإنجليزية في الكويت، وأيضا الاقتصاد والجمارك والطيران المدني وحماية الرعاية والحدود. نحن نثق بأن أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم أفكار لمواصلة عملية السلام ووضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف في هذه القضية. تم بحث هذا الموضوع مع معالي الوزير مايك بومبيو. نحن نشجع أيضا العراق على تحسين علاقاته مع الكويت، ونحن استخدمنا أيضا الحوار الاستراتيجي لتشجيع الاستثمار. وقعنا اليوم على مذكرة لتشجيع ريادة الأعمال والأعمال الصغيرة هنا في الكويت، وهذا سيرسل إشارة إيجابية إلى الشركاء في الكويت. جهودا حثيثة ومتواصلة أكد الطرفان بذلها في إطار العلاقات الثنائية لحل العديد من المسائل العالقة وتعزيز التقدم والتعاون في مجالات عدة، مؤكدين أيضا أن الجهود إيجابية لإرساء حل سياسي لقضية السلام في المنطقة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.